السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. معكم هويدا محمود، وإن شاء الله النهاردة هقدم لكم صينية الجلاش بطريقة جميلة جدا، هتكون سهلة قوي في الحشو وسهلة في التقطيع علشان يكون شكلها حلو في التقديم. طريقة النهاردة مميزة قوي قوي، بالرغم ان تفاصيلها بسيطة لكن النتيجة بتاعتها ممتازة. هيكون ده شكل الصينية وهي نية، وهيكون ده شكلها وهي مستوية. بس احنا مش هنكتفي بكده، احنا هنسقيها حليب متدوب فيه جبنة، فهيخلي طعمها هايل. طريقة النهاردة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. يلا بينا نبدأ ونشوف المقادير ونشوف الطريقة ونسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الطريقة على طول. وكالمعتاد نبتدي باللحمة المعصجة على طول، شوية زيت في الطاسة وننزل عليهم بثلاث بصلات. اللحمة المفرومة اللي انا هستخدمها حوالي 600 جرام او 650 جرام، فانا هستخدم ثلاث بصلات بحجم وسط فرمتهم في الكبة. واول الزيت مساخن، بشوح البصل لحد ما يدبل وياخد لون بسيط. مجرد بس ما ياخد اللون ده بنزل عليه بكمية اللحمة. احنا نقدر نستخدم اي كمية موجودة عندنا، حتى لو هنعمل ربع كيلو من اللحمة المفرومة فده هيكون كافي قوي للفة جلاش 500 جرام. لكن الكمية اللي انا عاملاها دي هعمل بيها صينيتين، تمام. اللحمة اول ما نزلتها بحاول ان انا افكها كده من بعض بالمعلقة، واول ما بتدبل واللون هيبقى بالشكل ده بنزل عليها بشوية من الجزر. انا عندي جزر متفرز حوالي جزرتين مبشورين. بعد ما الجزر يفك برضو حاجة بسيطة بنزل عليه بكمية من الفلفل الرومي متقطع برضو لمكعبات صغيرة او مفروم في الكبة. الكمية دي حوالي 3 وحدات من الفلفل الرومي، ممكن نستخدم بداله الفلفل الالوان او الفلفل الحامي، اي نوع فلفل احنا بنفضله نقدر نحطه في الخلطة بتاعت النهاردة. بكده هيكون عندنا لحمة متعصجة بطعم جميل جدا جدا وفيها خضار كمان، يعني مش هنكتفي باللحمة المفرومة بس. نحبش بقى الخلطة بتاعتنا ونتبلها، بنحط الاول الملح، بعد كده هنحط الفلفل الاسود، هنحط حوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، هنحط حبهان ناعم ربع معلقة صغيرة تقريبا، وهنحط نص معلقة صغيرة من القرفة، معايا نص معلقة صغيرة برضو من البابريكا، وفي الاخر هحط كده رشة من بهارات اللحمة. كده احنا حبشنا بقى الخلطة بتاعتنا وبقت تمام وريحتها هايلة. كده خلاص هي جاهزة، ركنتها على جنب ونبتدي بقى نحشي الجلاش. في الاول بدهن الصينية بفرشة سمنة. الكمية في الطاسة دي سمنة على زيت، احنا نقدر نستخدم سمن بس لو احنا بنفضله لوحده. هستعمل لفة جلاش 500 جرام، وضروري ان هي تكون طازة، يعني الورق بتاعها طري علشان لما اجي الفها تلف معايا وتبقى طريه والورق بتاعها ما يتقطعش. انا وزعت اللحمه المفرومه على وش الورقه في تلتين المساحه وسبت التلت الاخر فاضي. باخد ورقتين مع بعض وببتدي الف بالشكل ده، بخلص الورقه كلها، يعني بلفها على شكل رول، وبكده بتكون جاهزه. نيجي بقى للصينيه اللي احنا دهنينها سمنه. كل هنعمله ان احنا هنقصقص بقى لفه الجلاش او رول الجلاش بالشكل ده لقطع صغيره. انا هقصها بارتفاع الحرف بتاع الصينيه، يعني حوالي 3 سنتي تقريبا. لو احنا هنستخدم صينيه السور بتاعها او الحرف بتاعها عالي شويه، ما نحاولش برضو ان احنا نعلي الجزء بتاع الجلاش قوي علشان يستوي بشكل سهل، وكمان تبقى حتت صغيره كده سهله في الاكل، ما تبقاش القطعه كبيره. يعني القطعه اللي انا مقطعاها دي قطع صغيره، ممكن ناخد حته واحده كده على بق واحد، يعني جميله كده وزغنططه ومحندقه. نكمل بنفس الطريقه، برضو اللحمه بوزعها على وش ورقه الجلاش، وبعد كده بلفها. في الطريقه بتاعت النهارده احنا نقدر نحط كميه لحمه زي ما احنا عايزين، سواء كميه بسيطه او كميه كتيره. نقدر كمان نوزع السمنة على الجلاش بالكمية برضو اللي احنا عايزينها. احنا هنا ما دهناش الورق خالص، احنا لفيناه، اعتمدنا على المادة الدهنية اللي جوه اللحمة، يبقى كده الورقة من جوه كأنها مدهونة مع اللحمة، لكن من بره لأ. فبعد ما هنرص اللفة كلها او نخلص الصينية كلها بالشكل ده، ده هيكون شكلها جميل جدا وهي نية.
ايه هنوزع بعد كده السمن، بس في الاول انا هوريكم مقدار الحليب اللي هنستخدمه. بعد كده هحتاج لكوباية ونص من الحليب وعليه قطعة كبيرة كده من الجبنة الموتزاريلا. انا هركنه دلوقتي وهبتدي اوزع السمنة على وش الجلاش. بحاول ان انا اوزعه في المساحة كلها، يعني نمشي كده بالفرشة في الصينية كلها علشان الورق اللي على الوش ياخد طبقة من السمنة. كده مش فاضل غير ان احنا ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 وبنحطها على الرف اللي في النص. ونرجع بقى للحليب والجبنة، بحطهم على النار، نار هادية كده لحد ما الحليب يسخن والجبنة تدوب جواه. بعد ما طلعت الصينية انا سبتها لحد ما اخدت اللون الذهبي ده. بعد كده بنسقيها بالحليب والجبنة. كمية الجبنة هنا بتدي طعامة زيادة للجلاش، يعني احنا ممكن نستخدم كمية اكتر من كده. وافضل نوع جبنة انا بستخدمه هو جبنة المدينة، وكان في نوع اسمه بيزا كنت بستعمله من فترة كبيرة بس دلوقتي مش موجود. المهم بعد ما سقينا الصينية بالحليب دخلناها الفرن لحد ما اتشربت الحليب بالشكل ده واخدت لون ذهبي كمان. انا هنا ما شغلتش الشواية خالص، انا برضو حطيتها على الرف اللي في النص والنار من تحت بس. وبالشكل ده الصينية اخدت لون ذهبي كمان واتشربت الحليب اللي متدوب في الجبنة. والطريقة دي افضل بكتير من ان احنا نرش الجبنة على الوش بس. كده كل قطعة جلاش شاربة حليب ومعاه كمية من الجبنة، كل قطعة منفصلة زي ما احنا شايفين، مفيش قطع لازقة في بعض خالص. كمان طعمها حلو قوي وشكلها حلو في التقديم. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله.